السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير على ما تقدمونه. هل يجوز محادثة الفيديو بين الزوجين والزوجة متبرجة؟ طب هو ده بيحصل فعلا يا شيخ عصام في كثير من الأوقات، وكان بتيجي أسئلة كتير جدا. نعم. إن ممكن مثلا يكون الزوج في بلد والزوجة في بلد تانية. لا، وبيجي بصيغة تانية إن هو الحاجات التجاوز أكتر يعني، لكن إذا كان مكالمة وطبيعي الست تكلم جوزها لابسة نقاب. أيوه. وطبيعي. هل يجوز؟ طبعا جائز. نعم. اما بقى امن ولا غير امن دي مش قصتي طبعا. يعني الاولى ما فيش زوج في الدنيا هيبقى عايز زوجته تكلمه بحاجه غير امنه. صحيح. في زواثق انها امن فلا مانع شرعا. تمام. حتى يعني هي الجزئيه دي افترض يا عم يعني. لا كان امنا واحد تجسس عليا انا ومراتي ابن كان، انا معليش ذنب، الذنب على الحقير اللي تجسس. تمام. الحقير ده بقى يطلع دوله، يطلع نظام، يطلع امن دوله، يطلع امن وطن، يطلع شخص نفسه. أيوه. هاكر في النهايه انا مش مطالب، والا معناه ما فيش واحده تقعد في بيتها بهدومها. انا عارف. الا ممكن يا عم خلاص الموبايل اللي في ايدها ده اشتغل حد حاط عليه تجسس ولا نزل لها برنامج. أيوة. من غير ما تعرف. فده مش منطق يعني. تمام. فيعني او زوجك متزوج وزوجته صورها وهي بهدوم من النوم معاه. صورها هو زوجته. أيوة. وتطلقوا. عبث او تاجر بهذا الامر منزم. تمام. في قضايا مهمه في النهايه، وقت فعل الشيء جائز ولا محرم؟ جائز. كون ان حد استخدم ذلك او انتهك هذه الخصوصية، الذنب مش على زي اللي تجسس على واحدة او واحدة مش شايفاه. ايوه. اسف يعني دخلت حمام عمومي، دخلت اي حاجة، دخلت محل بتغير بتقيس اشارب، مش هقول بتقيس حاجة تانية. تمام. فقلعت لبس والاوضة مغلقة وطلع انسان خبيث ومحط كاميرا مثلا او واحدة. تمام. في النهاية الاصل في الناس، الاصل في الناس الامانة. ايوه. اذا واحد بالامانة خدع او فعلى شيء ليس قاصدا ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. هل انت متعمد حد يشوف عورة زوجتك؟ لا. اما انت تشوف عورة زوجتك ده حقك. تمام. ناخد معنا اتصال.